هل هناك فرق بين الكرامة والكشف؟ الكرامة خارقة من خوارق العادات، حتى قالوا إن كرامة الولي هي مندرجة تحت معجزة النبي. يعني لما يأتي شخص متبع لنبي من الأنبياء، هذا الشخص له خارقة من خوارق العادات، خارقة من خوارق العادات بدون تحدي، لأنه لو تحدى لكانت معجزة، وهو لا يتحدى بأمام شيء. يعني النبي يأتي فيتحدى بهذه المعجزة دلالة على صدقه، وحتى يسلم الناس إليه، لأن الذي يخرق العادة هو رب العادة، هو الذي خلق القوانين وخلق السنن الربانية الإلهية الكونية، وهو الذي يقدر على خرقها. فإذا كان هناك خرق للعادة فهو من عند الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون منحة لولي، وإما أن يكون معجزة لنبي. الكشف هو نوع من أنواع الجلاء، يعني الصفاء، يعني الانكشاف، مثل بالضبط، وهذه على سبيل الأمثلة فقط، عندما يكون أمامك التلفزيون مغلق ثم فتحته فانكشف لك ما وراءه، عندما تكون النافذة مغلقة ثم فتحتها فرأيت ما وراءها من منظر، هذا هو الكشف. فيحدث هذا مع الروح في عالم ليس هو العالم المنظور، بل ما هو وراء المنظور، فترى الروح أشياء في عالم اليقظة كأنها نوع من أنواع المنامات، يعني مثل ما ترى النفس الناطقة في المنام أشياء، وتحدث بعضها أو، ولكن هذا الكشف ليس معصوما، ولذلك قالوا الكشف يخطئ. وكذلك حال النائم ليس معصوما، ولذلك لا نأخذ منه أحكاما شرعية. لكن لو كان فيها توجيهات إرشادات، كنوع أنه يصلي ركعتين لله، كنوع أنه يختم ختمة أو ختمتين في رمضان، كنوع أنه يدعو بالدعاء الفلاني، ودعاء سليم خالي من البدعة ومن الشرك، كل هذه الأشياء أشياء طيبة، وأصل الشريعة أمرت بها، ولذلك لما الإنسان يراها في المنام فيفعلها لأنها مندرجة تحت الشريعة. فالفرق بين الكرامة والكشف أن الكرامة من حيث الموضوع أوسع، والكشف من حيث الأداة أوسع، لأن الكرامة تشمل أي فعل من الأفعال يكون خارقا للعادة. ضربوا أمثلة حتى يعني أمثلة شديدة، كالطيران في الهواء، وكالمشي على الماء، أمثل هذه الأشياء. وحتى قالوا إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فاعرض أمره على الشريعة، فإن وافقها فذاك، وإلا فهو شيطان. يعني كأن الشيطان يستطيع أن يفعل مثل هذه الأفعال، بأن يمشي على الماء، أو بأن يعني يطير في الهواء. الكشف هو انكشاف صفاء، وهو يمكن أن يقال أن الكشف هو نوع من أنواع الكرامة.